السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم ديري ارت. اليوم ان شاء الله حبيت نوريكم كيفاش تقدر تخدم ساعة تعلق في الحيط بخشب الام دي اف 07 كما راكم تشوفوا فيها. نبدأ على بركة الله. بعد ما نمبريمو البونت يعني على الورق، نجيبوه نقصو على حسب الحطب اللي عندنا كما راكم تشوفوا. الموديل هذا شويه كبير، غادي نجيبو الحطب تاعنا نغلفوها ببابي كولون على حسب بيان سور على حسب الموديل اللي عندنا. ما نستعمل غير الابيض هذا تاع الحطب، نفوت السين فوتو على كامل الورقة تاعنا، بعد نلصقو نسيو منخلوش يكون كاين الهواء الداخل، نديرو كيما هاكا الكامل الموديل اللي عندنا. بعد ما نشوف الغراء تاعنا نروح للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي نثقب ثقبة في كل ديسان راح نقفلها، صافي هذاك الديسان وين راح ندخلو المام تاع لاسيغاسيون تورني تاعنا باش نحفرو نفرو هذا الداخل. صافي لازم نثقب ثقبة باش نقدرو ندوزو المام تاعنا من تحتها. تبعو معنا دوك تفهمو ان شاء الله، ماشي صعيبة. بعد ما نكملو الثقابي تاعنا نروحو للمرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة نبداو في التفريغ. القطعة الأولى اللي نبداو فيها هي الفرونت الواجهة، تابعونا. عملية تفريغ، عملية تفريغ هي ماشي حاجة صعبة بزاف، برك لازم ممارسة. صافي لازم تخدم شحال من الموديل باش تقدر ديفلوبي، تقدر توصل بعيد إن شاء الله. نأكد لكم على حاجة، لازم اللام تاعك يكون مزير طريبيا، باسكو اذا ما كانش مزير طريبيا يعوج لك يخسر لك الديسان يصرا لك بزاف مشاكل. تابعو معنا. Thank you.
السياج تونيت هاي فيها 45 سنتيم، والحطبة هذه اللي نخدم فيها زايدة شوية على 45 كما تشوفوا في الرافع اللي حكيت الرافع نتاعها. صافي واش لازم دير؟ دور شوية الأدوات أو تجبدها دور الحطبة تاعك كومبلي وعاد تخدم ماشي بروبلام كبير وتكمل الديزاين تاعك.
بعد ما فرغنا الوجه نتاع الساعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو الأول. في الفيديو الجاي إن شاء الله راح نكمل عملية تفريغ الأجزاء المتبقية. نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا. إذا عجبكم الفيديو عاونوني بجمع أبوني باش يلحقكم جديد إن شاء الله.